فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي متواصلين حتى للخمسة، نبدلوا الاختصاص نحكي هوندا توا معنا في التليفون في المباشر من سلوفاكيا اللاعب الدولي، دولي ولا دولي سابق تأكد تاي وضحنا هو بعد شوية. على كل لاعب نادي بريسوف سلوفاكي جهاد جبالة اللي أمضى تقريبا البارح توقع الإعلان عن انتدابه من نادي هذا. جهاد أهلا بك. مرحبا بك خويا سلام، ومرحبا بكافة مستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا استاذ، توكا من استاذ نقول جهاد نقول للاعب الدولي تو قعد تشك شوية خويا. باهي تو نجيبك جهاد. دونك الموضوع الأساسي نتاعنا أكيد عقد جديد، تجربة جديدة. كنا جهاد كنت عم ناول مشيت البطولة الخليجية، كنا تتصورنا باش تبقى في البطولات الخليجية بعد خاطر الملاعب يمشي للخليج ما عادش يرجع لأوروبا، يمكن نعتقد هكا في الغالب، لكن أنت فاجئنا ومضيت عقد مع نادي معناتها محترم ويلعب كأس أوروبا العام الجاي. والله الحمد لله بكل شيء، هذاك الكل معناها التوفيق من عند ربي وخدمة وانترينمون وتعب ما مشاش خسارة. الحقيقة كما أني عبرت على الساتو على الباج نتاعي أوفيسيال وقت كنت أقلت للدوري القطري، جوست راهي مرحلة وبرا معناها، خاطر كنت من نلعب في السويد، في السويد ما مشاتش الأمور كما حبيتني، وما حبيتش معناها نكون كما نقولوا احنا بلغة الكرة بناك وكل شيء، حبيت ناخذ أكثر وقت، حبيت نكور أكثر. الحل الوحيد اللي كان باش نخرج معناها ونفسخ العقد في السويد اني نخلصهم، من الطريقه الوحيده اللي اني باش نخلصهم خاطر برشا فلوس كانت باش معناها عن طريق ايكيب قطريه اللي هو كان معناها بري مده 4 شهور، هما اللي خلصوا فسخ العقد هذاك معناها سهل لي الامور. تكتيك منك انت معناها؟ معناها التصحيح الامضاء مع الفريق نتاعي توا كان قبل ب3 شهور، مي ما نجمش نصرح بالشيء هذاك خاطر وقتها مازلت كنت اقلت الفريق جديد، وما نجمش نقول معناها كان كل شيء معناها في 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 الخفاء كما نقولوا، ما نجمش نديكلاري حتى شيء. الحمد لله كل شيء مشى بخير، حتى مع المشاركه نتاعي في 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 قطر صحيح ما كانش طويله، لعبنا شهر كهو بحكم كورونا كل شيء، مي الحمد لله توجت معناها تيتر شخصي كاحسن لاعب دايره في البطوله العربيه، ومعناها وربحنا 3 4 مقابلات وخسرنا مقابله في قطر اللي هي معناها تو برشا في في فريق الاهلي القطري معناها ما وصلوش لعبوا على المراكز الاولى، كنا معناها كملنا السيزون بحكم الكورونا دوزيام، الحمد لله معناها حوايج تعدي بوزيتيف ومعناها ما خسرتش حتى شيء الحمد لله. نحكيو على المستقبل جهاد، شنو نستناو من التجربه هذه في فريق هذا؟ والله ان شاء الله اسمه صحيح ما يشغلتك هكا بريسوف اسمه؟ نعم اسمه ما يشغلتك هكا صحيح بريسوف هكا؟ اي بريسوف المدينة، هما كيف ما نقولوا احنا ريال مدريد في اسبانيا، فما برشا ريال هما لهنا يقولوا تاتران، فهمت؟ تاتران بريسوف هي اسم المدينة بريسوف. الحقيقة معناها فريق عريق كبير برشا لهنا في سلوفاكيا، هو بريسك معناها مسيطر على الدوري بكله. الدوري ماهوش معناها ما نكذبوش على العباد ونغلطوهم، معناها ماهوش حاجة كبيرة برشا معناها عادي، مي لهنا نلعبوا معناها في السي ليغ وال اون برانسيب نلعبوا تشامبيونز ليغ، مي بالقرارات الجدد اللي اتخذتها من ليها شيف معناها نقصوا من عدد الفرق اللي يلعبوا في التشامبيونز ليغ، ولينا باش نلعبوا ليها شيف كاب اللي هو الكاس الاوروبي. كيف كيف معناها العباد اللي ما تعرفش السي ليغ هي دوري اوروبا الشرق اوروبا الجنوبيه معناها شرق اوروبا فيسبريم المجر ايكيبات معناها من وزن الحجم الكبير معناها ايكيبات قويين. تتران ديما معناها كاتريام تروازيام بلاس معاهم، معناها ايكيب معناها تقارع على الادوار الاولى في السيها ليغ، كيف كيف عاملين معناها لعبوا تشامبيونز ليغ ما تعداوش في ليبول، انا يعني كيب كبيره برشا لهنا في اوروبا الشرقيه.
ان شاء الله واحد معناها كل عاده يخدم على سواء تيتر بيرسونيل ولا تيتر, خاطر ما عنديش حتى تيتر في اوروبا. ان شاء الله يكون اول موسم ليا وان شاء الله اول تتويج. ديجا عندنا الفاينل فور باش نكملوا الشامبيونان, خاطر وقفت في وقت الكورونا. عندنا في اخر اوت ان شاء الله فاينل فور دمي فينال وفينال, وان شاء الله نبدا تلعب تدخل تلعب معاهم جهاد واستنى شويه حتى تم تاهيلك. لا لا يعني توا ديجا وصلت معناها الورقة الترانسفير متاعي, يعني مأهل باش نلعب ماتشوات. طموحاتك طموحاتك شنيا؟ نجمو نشوفو محطة الفريق مخيف ديما جهاد؟ والله هذاك هو ان شاء معناها من تركيا مشيت للسويد, كنت حبيت نحير اسمي معناها كما نقولوا في الاوروب باش نلعبوا تشامبيونز ليج, باش لعبة تعرفني, خاطر تحب ولا تكرم اوكي يعرفونا في فرنسا هذيك اكثر حاجه فهمت. مي طموحي معناها باش نمس شويه ليكيبات الكبار. بديتها معناها ببطل السويد, توا اليوم معناها بطل سلوفاكيا. ان شاء الله علاش لا نشوفوا مجر نشوفوا ليكيبات ما اقوى ان شاء الله العام الجاي ولا اللي بعد يا رب. ان شاء الله باجي ناش البارحه سمعتنا, واللي كان معنا العضو الجامعي معاذ بن زايد سالني على اللاعبين اللي اعتزلوا مؤخرا من ضمنهم انتقال الكل ولاد المنتخب باش يرجعوا, فماش حتى لاعب باش يمشي. فما بوادر هكا العدول على الديسيزيون نتاعك اللي خذيتها؟ والله كيب ناسيونال كيف ما قلت تاني ديما فماش حد جور ما يتمناش يلبس مريو لوك الكيب ناسيونال ويدافع على درب وبلاده ويشرف بلاده. هذاك معناها هذيك من الواجب نتاعنا كجوار, لازمك تدافع على درب وبلادك. وين اليوم حتى معناها من غير كيب ناسيونال يعني قاعد نهز في درب وبلادي, اول ما حاجه باش يقولوها جهاد جبالة اللاعب التونسي معناها ديما اسم بلادي موجود. الحقيقه لليوم حتى حد ما كلمني من الفيدراسيون, فون دو ديروغاسيون كبيره معناها يشوفوا حتى المانيير نتاع يتكيو في الجوار معناها ما يسالش عليك ما يكلمكش ما يعرف عليك حتى شيء. اللي هي كما قلت تاني كانت تنجم تكون جست اوكي قصرنا ما تسالش صار سوء تفاهم وتتفضل الحكايه معناها بيناتنا وكهو ما فما حد شيء ما صار شيء. يعني في لحظه غش ولا في لحظه تعديل ظروف صعيبه وكما نعرفوا معناها من غير ما نقعدوا نعاودوا في الكلام. وعلاش انت اليوم تحب ديفوندي على روحك معناها تحب تحمي روحك تاتاكي جوار ديما جوار غالط. معناها ما فهمتش يعني سورتو رياكسيون تاع الفيدراسيون. اما كيما قلت انت شنو حبيت يعملوا لك زياد؟ ياسر مريقل معانا الناس كل ومعنا حتى مشكل مع حتى جوار هو كانسان كيف كيف سي مراد بالطبيعه كيما قلت لك يعني ما نتاكي حتى حد وما عندي حتى مشكله مع حتى انسان لا في الفيدراسيون لا في الجوارات. وهاك معناها شفتني حتى في الديكلاراسيون تاعي ما نتاكي حد. شو قلت راهو اني حسيت التقصير حسيت بحتى حد ما تكلم ما سال علينا اون برانسيب هذا واجب نتاع الفيدراسيون تقوم به لاتجاه اللاعبين. جوست انت هذا اش طالب جهاد؟ اللوم عليك بمحبه مانيش اللوم عليك يعني ب نتاكي في انسان معين ولا في حاجه ولا ما عندي اش مدخلني يعني كجوار. لا يهمني لا في انتخابات لا يهمني في عباد لا يعني اليوم انت اني موجود كجوار ندافع على درب بلادي ما يهمنيش في لا بوليميك لا سياسه لا حتى شيء. المهم كان يكون حاضر وراجل على التيران هكا هو هذاك شنو خمان فيه. على كل ان شاء الله تتفض جهاد الحكايه مازلنا حاشنا بيك اكيد في المنتخب وبالتوفيق ليك في الكيب الجديده اللي مش لها ان شاء الله نشوفوك ديما في فرق ما افضل وافضل توصل للقمه على اساس نشوفوك حتى في بطولات ما افضل كما اسبانيا والمانيا. بالتوفيق جهاد جبل ونشوفوك ايضا في المنتخب من جديد. تسويت جيكم زميلتي فدوى التركي في الاخبار احنا مواصلين.